اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. راقصة وممثلة مصرية موهوبة أسعدت جمهورها ومحبيها، لكن لم تسعفها مسيرتها الفنية في تحقيق الشهرة الواسعة. عانت كثيرا في حياتها الزوجية، وغدت صاحبة أغرب قصة طلاق في الوسط الفني. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة الفنانة هدى شمس الدين. ولدت الراقصة هدى شمس الدين في العاصمة المصرية القاهرة في 27 من شهر يناير من عام 1925، وهي تنتمي لعائلة من أصول أرمينية، ويقال أن اسمها الحقيقي أليس. أظهرت نجمتنا منذ الصغر شغفا كبيرا بالغناء والرقص، وبعد أن أنهت دراستها في المدرسة الأرمينية قامت بالاشتراك في العديد من الفرق الفنية، فقدمت نفسها كراقصة شابة في فرقة بديعة مصابني، ثم اتجه اهتمامها للتمثيل. وبينما لم تبلغ العشرين من عمرها قدمها فؤاد جزايرلي كوجه جديد في السينما، فشاركت بدور ثانوي في فيلم الحظ السعيد الذي يعد أول أعمالها. بدأ اسم هدى يلمع أكثر فأكثر بوصفها راقصة محترفة في الساحة الفنية المصرية، ونقلت تجربتها هذه إلى عالم السينما، حتى أن كثيرا من أدوارها السينمائية اقتصرت على تقديم مساحات من الرقص الشرقي. بالمجمل فقد قدمت نجمتنا قرابة 30 عملا سينمائيا، إلا أن أغلبها كان بأدوار ثانوية، فلم تحصل على أدوار البطولة المطلقة إلا في أعمال قليلة، أبرزها فيلم عشرة بلدي مع المطرب أحمد أمين، وقد أصبح هذا الفيلم بوابة لشهرتها وتعرف الجماهير عليها أكثر. كانت الحياة العاطفية لهدى أكثر ما أثار الجدل لدى الجمهور العربي. تزوجت نجمتنا من المطرب المصري الشهير محمد أمين، والذي تعرفت عليه من خلال عملهما سوية في أفلام عدة، بالإضافة إلى كونه مديرا للكازينو الذي كانت تعمل فيه. أعجب أمين بها ولحن لها العديد من المقطوعات الموسيقية، واستمرت قصة زواجهما سنوات عدة قبل أن تنتهي على نحو غريب. أصبحت قصة انفصال هدى عن زوجها أحد أغرب قصص الانفصال بين الفنانين، ويعود السبب في ذلك إلى أن الطلاق حدث عن طريق الشرطة الحربية. في التفاصيل يروى أنها لجأت إلى البوليس الحربي وطلبت الطلاق من زوجها، لكنهم رفضوا مساعدتها بحجة أن ذلك ليس من ضمن اختصاصهم، فراحت تقص عليهم معاناتها. ومن الأشياء الصادمة التي أفصحت عنها أن زوجها كان يضربها ويسيء معاملتها ويأخذ أموالها، وقالت أن سبب لجوئها للبوليس الحربي يعود لتسلط زوجها ونفوذه الكبير ورفضه تطليقها. في النهاية استجاب البوليس لشكواها وطلبوا زوجها، ثم أجبروه على تطليقها. ورغم كل ذلك ظهر المطرب أمين بعد فترة وصرح أن هدى كانت أفضل زوجاته، وأن سبب ما جرى هو غيرته الكبيرة عليها على حد وصفه. بعد فترة من العمل الفني أعلنت هدى شمس الدين اعتزالها الرقص والتمثيل، وكان فيلم آخر جنان عام 1965 هو آخر عمل تقدمه. ومنذ ذلك الحين خفت نجمها وغابت بشكل كلي عن الساحة الفنية، وعانت صراعا طويلا مع المرض إلى أن وافتها المنية في يناير من عام 2002.